بعدين ابو الهنا على ايش اتفقتوا؟ على ايش بدنا نتفق يعني؟ بعمرك سمعت الجيران بيتفقوا؟ ابدا، هذا مرعوب والتاني خايف على مصالحه الشخصية، وأنا حاولت يعني خيره إني طوق الموضوع ايه؟ يعني مشان نوصل لصيغة اتفاق، لأنه بالأحرف الأولى عبس أبدا. ليش عم تعصري ليمون؟ مو قلت لك ما بدي؟ هلا بيصحى راسك. ايه وش حتساوي؟ بشو؟ شو؟ مسوسو خوك يعني قالوا خلينا نعتبر الاجتماع مفتوح ونتابعه المساء. افر عينك، ما بحب انا العبط بلا سكر لما بكون معصب. خدي ما دي اياها، ولا بحب شوف كاسه مفعله، ولا بحب شوف زبديه حينها. ابو الهنا ليش عم تفشش فيني؟ يعني اذا ما قدرتوا عم سوسو تفششوا بنسوانكم؟ ولا بحب اسمع كلمه غلط اذا كان معصب انا، ما بيقولوا تفشفش، الا البرغل بيقولوا فشفش اذا مكترتي له مي. فهمتي ولا ما فهمتي؟ تفضل. طيب يسلموا ايديك يا حبيبتي. صحتين.